أنا لما خرجت من المعتقل جاء شخص وجلب معه أشخاص لزيارتي. كانت هذه الزيارة تكفيرا عن هذه الجريمة، عندما كانوا يرسلون النساء لتقول للناس بأن هذا الرجل ليس معتقلا بل ترك عائلته وهرب. أنا كنت أعتقد أنهم عقلوا، ولكنهم لم يعقلوا. كان تكفيرا عن تلك الجريمة. فالناس إذا وقعت في خلاف، في اختلاف، كل إنسان يرجع إلى ما عنده من حصيلة. أنا شنو عندي من تربية؟ أنا شنو عندي من ضمير؟ أنا شنو عندي من دين؟ أنا شنو عندي من استقامة؟ هو اللي راح يحدد المسار. فالناس إذا عادت، أنا الآن لو عاديت شخصا عاقلا سأكون مرتاح الضمير، لأن هذا إنسان عاقل. لكن لو عاديت إنسانا جاهلا، قب طبعا لن. لو عاديت إنسانا مريضا سيوصل أمراضه علي، مع أن هذا الشخص الذي كان يروج ضدي هذه الإشاعات أنا كنت أستاذه، درسته في يوم من الأيام، وكنت حريصا على استمرار حياته الاجتماعية، لأن كان عنده مشاكل اجتماعية غير طبيعية، وهو يعلم جيدا ذلك. ولكن الإنسان إذا تحول إلى إنسان كتلة من الحقد والضغينة، خلاص بعد انتهى، أصبح بوا منفوخا.